ما هو احنا طموحنا اقول لك ايه المهم، حققنا اللي احنا عاوزينه، خدنا الثلاث نقاط اوكي في الماتش في الاول، الماتش الاولاني الماتش الثاني لك احسن من هزيمه نقطه واحنا في الصداره، ده طموحنا. مع خلي بالك يا استاذ بالورقه والقلم، انت لما يكون عندك منظومه، احنا نفسنا المنظومه تشتغل لمده 4 5 6 8 سنين جماعيه، الهدف اللي جنبه يكون جماعي، النتيجه جماعيه، احنا بنخطط وبننظم عشان نلاقي منتخب في كاس العالم يعمل ايه في كاس العالم، مش نوصل كاس العالم. احنا بنلاعب فرقه اول امبارح تعداد سكانها يا جماعه 2 مليون نسمه، غينيا بيساو طبعا ادي واحد، بوركينا فاسو 20 مليون، احنا يعني انت ضعفهم 5 مرات، ده بوريك الفرقه اللي بتنافسها. وبعدين تلاقي الناس ماشيه بنغمه سير مباراه فني، مفيش احساس سير مباراه، وفي ارقام وفي احصائيات. هنا كابتن في بوركينا تحديدا كابتن حسام قال انه مثلا بوركينا جماعه فيها 27 لاعب محترف، مش مشكله اصل انا بالمحتمل، طب احنا في 6 و8 و10 كسحنا كل المنتخبات اللي وصلت كاس العالم بالمحترفين، صح، بدون لعيب محترف، صح، مش شرط. هو انت عشان عندك، هم عندهم مساحه كبيره جدا من الصغر في موضوع الاحتراف وبسهوله يا اسلام، صحيح. انما احنا عندنا مشاكل في الاحتراف بتطلع، كان لو احنا من الثمانينات عندك احتراف، احنا سنه 90 احنا متاخرين جدا، وفي نفس الوقت عندنا حاجات بتعوق ان اللاعب من صغره يطلع بره. اوكي، انما هم بسهوله خالص بيطلع واحد كويس يطلع يشيخ. فالمشكله كبيره جدا. انا يعني نفسي النهارده الاقي منظومه كامله متكامله في ناس مسؤوله بتخطط وتنظم صح، هو ده طموحنا كمصريين. طموحي انا بقاعد طموح انك انت توصل لكاس العالم، وهنوصل ويا رب نوصل. يا كسيد انت هتوصل كاس العالم، هنوصل يا اسلام في ظل الظروف دي، انك 9 فرق من افريقيا ونص مش هنوصل. مصر اللي تعداد سكانها 110 مليون اللي هي اكتر بلد واخده امم افريقيه، اللي فيها النادي الاهلي وبعده الزمالك، فيها اسد افريقيا، ده انا باخد 9 10 من ال 11 من النادي الاهلي واكمل بين باقي الانديه واكسح اي فرقه يا اسلام. طبيعي جدا. اللي اقصده ان احنا في النسبه للماتشين مفيش يعني سير مباراه، مش هنظلم المنتخب ولا نظلم حسام عنده المفروض كتير اللي منتظرين منه، انما الماتشين دول فيهم اجتهاد فردي، شغل فردي، لان المسافه صغيره. وفي نفس الوقت لو انا مسكت ورقه وقلم وعملت احصائيات وعملت سير مباراه في ماتش بوركينا فاسو الاولاني، زي ما حضرتك قلت الهدفين والشوط الاول بالكتير، الشوط الاول كان ممكن ولينا بينالتي، وممكن الشوط الثاني مفيش حاجه خالص، ما وصل يعني مفيش حاجه خالص مع فرقه ما وصلتش الشوط الثاني، قصدي مع فرقه برضو مش الفرقه ما فيها محترفين. متخيلين ان هي كانت، احنا كنا متخيلين ان هي افضل من كده، حتى لما اتكلمت مع حضرتك قبل كده قلنا ايه طبعا المنافس الاول لمصر، وحضرتك حتى انا فاكر قلت لي هينافسونا وكل حاجه بس احنا افضل منهم من كتير. هنا هنوصل واحنا وحضرتك قلت لي يعني افضل من ساعه، ده الكلام ده من اخر مره من شهر لما ظهرت المجموعه، لما ظهرت المجموعه خد بالك يا كابتن اسلام. فاللي اقصده هو شغلنا الشاغل يا اسلام ان احنا نوصل كاس العالم ولا بعد كاس العالم، احنا نوصل بفضل الله، احنا ما عملناش حاجه وبالمستوى ده وبفنياتنا وبالتخبيط وتغيير المدربين وتغيير الاداريين وتغيير مش عارف ايه، وكله يسعى على اللقطه، يقعد عاوز اللقطه. احنا مشكلتنا اللقطه، هنا مش مشكلتنا الشغل، الشغل عشان مصر، الشغل عشان المنتخب، الشغل عشان احققها والاقي فرقه كبيره تلفت الانظار وتحقق في كاس العالم. هو طموحنا يا اسلام في ظل ظروف الدوري القوي والارقام الكبيره دي كلها ان انا اوصل كاس عالم. انا قلت لك هنا احنا عاوزين بعد كاس العالم من هنا لما القرعه جت. تيجي للماتش الثاني، طب انا قلت لك تعداد سكانها 2 مليون نسمه غينيا بيساو يا كابتن اسلام. فاللي عملنا ايه؟ الشوط الاولاني طبعا زي ما انت شايف، الشوط الثاني قدرنا، الشوط ما فيش، الشوط الاول كان يعني كانه منتخب ما راحش، خلينا واقعيين وبنتكلم بما يرضي الله، احنا كلنا في ظهر حسام، وكنا حسام عاوزين يكسب وحسام يبقى موجود وربنا يكرمه، وده في ظهره اكيد اكيد، بس بنتكلم على سير المباراه فنيا، احنا الشوط الاول ما فيش، كل واحد له الحق ان هو يتكلم فنيا طبعا. طبعا احنا بنحب بلدنا وعاوزين بلدنا تحسن بلد في الدنيا، فبنتكلم فنيا. انت بتسالني دلوقتي فنيا مفيش حاجه. فالشوط الثاني طبعا احسن مع تغييرات مع ومع ذلك اتفرج على الشوط الثاني، لو انت غيرت الشكل الخططي بالنسبه لتحركات لعيبه كان ممكن تكسب 2 و3 و4. ايوه، لانه كان، ما هي دي المشكله يا كابتن، انه احنا كنا شايفين طب بوركينا عندهم واقفين وبيدافعوا عندهم شكل شويه يعني شويه شويه على رايك شويه شويه، لكن غينيا يا كابتن يعني مش عارف اقول ايه والله، ولكن غينيا فريق ده بيطلعوا من السكس يارد يا اسلام. لسه كنت هقول لحضرتك، لا كمان يا كابتن تنظيمهم الدفاعي وهم واقفين فيها يعني، واحنا قاعدين مش انا حضرتك اي حد يعني حد بيفهم، اي حد هيفهم في الكوره هيبقى شايف ان هناك هفوات، لكن
معلش خلينا برضو نوصل لأقصى حاجة في هذا الأمر، بمعنى أنه احنا لعبنا مباراة الخميس، ريحنا الجمعة، سافرنا السبت مشوار حوالي 7-8 ساعات ماشي. في أجواء غريبة ماشي. وأجواء صعبة ماشي. يعني بحاول ألاقي أي حاجة. كل أفريقيا كده، كل أفريقيا كده، وكل العالم كده دلوقتي في 24، وكل العالم كده كل الأيام، على ريال مدريد، على برشلونه، على 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 كل المنتخبات كمان، منتخبات اهو هيلعبوا اوروبا. ده نظام جديد من الاتحاد الدولي، وبعدين يكفي الاتحاد الدولي ان جابنا افريقيا كلها، كل افريقيا دلوقتي بتلعب تصفيات. دي حقيقه. كنت يعني احنا سنه 90 يا كابتن اسلام، اثنين من افريقيا. خد بالك دلوقتي تسعه ولا تسعه ونص. تسعه ونص. كمان. خد بالك؟ فاللي اقصده فريق غينيا بيساو. النص ده يا جماعه معلش عشان بس اللي اللي فيه حد مش ما يبقاش سامعنا او مش فاهمنا او مش ما سمعش قبل كده، النص ده يعني هتروح تلاعب فرقه او منتخب تاني صعد من حته تانية، فده معناها ان ممكن انت اللي تصعد وممكن هو اللي يصعد، فتبقى ومن قاره تانية، فممكن جدا ده النص يعني، عشان بس ما حدش يقعد يتريق ويقول لك ايه النص اللي بتقوله ده. واخد بالك يا كابتن اسلام؟ الفرقه امبارح انا بقيت واقف فخر صح سبع دم اضغطوا اضغط يعني تاخدها. ناصر ماهر الحقيقه نزل خمس دقائق تقريبا 10 دقائق الكره اللي خدها وراح بيها جون، كان لازم ينزل بدري شويه، لازم ينزل بدري، كان رائع امبارح الحقيقه. فانا قصدي يا اسلام بيحضروا، مفيش النهارده عقليه تقول لي قدام منتخب مصر بقدراته، في محمد صلاح وفي تريزيجيه وفي مصطفى محمد وفي 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 احضر من 6 يارده، ده بيحضروا من 6 يارده وبيرجعوا له حارس المرمى. قلت له اضغط هتجيب، بقيت واقف اضغط والله هجيب كده، وفعلا كنت وبعدين رجع كره للجول، والجول عشان يسندها يخليها 3 متر قدامه. يا جماعه يا جماعه يا جماعه، في التصفيات دي كمان ان انت تضغط هنا طبعا يا كابتن، اغير والعب باتنين روس حربه واروح هجيب جول، انا عاوز اجيب جول، خد بالك اجيب جول اكسب بيه 3 نقاط. طبيعي جدا لما ضغطت شفت بيقف اخطاء كتيره جدا، وعندهم ميس باص من غيره، ده بيقول لك بيحضر من 6 يارد. طبيعي جدا في اخر دقائق، انت دلوقتي نتيجه 1-1 مش حافظ 1-1 قدام مصر صح. هو بقى ايه بيبتدي يا عم طلع فرقتك ولا واحد طويله لقدام صحيح. لا وفضل دقيقتين ثلاثه. فكابتن اسلام بالله عليك انا مش عاوز، عاوزين نتكلم بواقعيه، اتكلم احنا هنفضل يا كابتن اسلام بنقول احنا هنوصل ولا مش هنوصل؟ يا جماعه حرام عليك، الملايين اللي بتهدر دي كلها يا جماعه، الملايين اللي بتتصرف النهارده، الامكانيات احسن، الظروف احسن، الحياه احسن، اللعيبه النهارده بفضل الله تعالى ظروفها بفضل الله عشان تدي احسن طبعا. احنا لازم نبص على انجاز في كاس العالم بفضل الله، احنا مش المغرب ده خلي بالك مش احسن مننا، الفرقه الثانيه مش احسن مننا بفضل الله تعالى، شمال افريقيا بتعمل 100 مليون حساب لمنتخب مصر، افريقيا كلها لمنتخب مصر، لأن يعني منتخب مصر فعلا يملك القدرات ويملك كل حاجة يا كابتن إسلام. إحنا عندنا بفضل الله أجيال ورا أجيال ورا أجيال ورا أجيال، بس الناس تركز، بس الناس تخطط، بس الناس نظام، بس الناس تستقر. فاحش النهارده غير من المدرسة 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 في 4 سنين، ده مهم جدا. خلينا واقفين ورا كابتن حسام لغاية لما إن شاء الله حسام هيوصل. احنا في ظهر حسام، حسام ده ابننا واخونا وحبيبنا وراجل مننا، لازم نتمنى له كل التوفيق، وحسام هيوصل بمشيئه الله تعالى، بس لازم يا حسام تتقبل ولازم تتحاور ولازم تتشاور، لازم احنا بنحبك، ولما بنتكلم في سير مباراه فني ليك وعليك بكوره وغير الكوره. عملنا ايه؟ ومعلش بس هل انت كابتن، انت واحد من القريبين جدا، وكان هو كابتن حسام اصغر منك شويه ولكن جيله يعني حضرتك كنت كابتنه، فكابتن حسام هل من المدربين اللي ممكن حد من اللاعبين يرفض ان هو يطلع من الملعب ويسكت، ولا هيطلع يقول؟ لا هيطلع يقول. حسام المفروض شخصيه قويه، انا من وجهه نظري الشخصيه رقم واحد بالنسبه للمنتخب، وبعد كده اخش على الفنيات، لان يعني انت بتشتغل مع نجوم وفي نفس الوقت ما فيش حد اكبر منتخب مصر. صحيح. لو انا ماسك المنتخب اقسم بالله اللاعب اللي ما هيسمع كلمه هيشم منتخب مصر، لان يعني انا الكوتش وانا اللي اقول وانا شايف وعندي نظام لعب وعندي اسلوب لعب وعندي 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 خارج ارض وداخل ارض وعندي ترتيب وعندي طموح وعندي حاجات كثيره جدا وعندي سياسه وفلسفه لازم اشتغل بيها تمشي على الجميع من اول اكبر اسم لاصغر اسم.